مشاركة فرحة بزاف، شرف لي أنني نترشح مع فنانين كبار، فرحة بزاف. هذا هو الشعور ديالي. أكيد أنا إنسان عادي جدا، كنمشي كناخد شي حوايج على ذوقي، ما عندي يعني ما عنديش يعني شي واحد كيلبسني، عادي كيلبس راسي كيلبس على ذوقي، وإن شاء الله يعجب الناس. الجديد هي أغنية جديدة من كتابتي وألحاني، سميتها ليام، ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله، باش يكون داك العنصر ديال المفاجاه. اكيد نشجع صاحبي زهير اكيد، وصراحه حنا عندنا بزاف ديال الصداقات. انا ما نكذبش عليك، ما جايش معول انني غربح، كفايه انا تجي وتلاقى مع فنانين كبار وترشح مع فنانين كبار وتلاقى مع اصدقاء ديالك، هذا هو المهم. كنشكر من هذا المنبر الجمهور ديالي اللي صوت ليا، كنقول لي ما ربحنا ولا ما ربحناش، انتما هما الجائزه ديالي. وما عرفتش تتكون فلوس تتكون فلوس، نشوف المشروع ان شاء الله. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.